واش الدراري، السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الدراري، في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الجيم اللي فري تو بلاي وبلاي تو ايرن، يعني تقدروا انكم تلعبوها فابور تربحوا منها. جيم الدراري، الكونسيبت ديالها كلكم غادي تكونوا عارفينه، يعني بحال سكيل ديال امونغ اس. كدير واحد المهمات وكتحاول تجي انت الاول، من السميه ديالها راه باينه، يعني درافت سيرفايف، يعني كتحاول تسيرفايفي باش تبقى انت الاول. اللي كيجي الاول هو اللي كيربح، ماشي غير الاول والثاني والثالث كيربح، والارباح ديال الدراري طالعين، يعني الريورد ديالها طالع. غادي نشوفوا الجيم وغنشوفوا كيفاش تلعبها، سواء فابور سواء بالفلوس. حتى بالفلوس يعني ما كاينش شي حاجه اللي كثيره الدراري، يعني الدخله ديالها رخيصه بزاف. المهم غادي تكون جيف اواي على هاد الان اف تي زادو، ان اف تيز ديالها. المهم كاركتر راه كيعطيو لك هما، انت كدير غير سكنات بحال اللباسات وداك الشيء. دوك السكنات غادي تكون جيف اواي على السكنات ديالهم، غنوريهم لكم الدراري. بلاتي نمشيو للماركت بليس. الجيف اواي الدراري غادي تكون على هاد فين هما، على هاد الاوفر هادو. بلاتي على هادو، يعني غادي تكون عندكم واللي غير ربح غير ياخذ هادي. المهم انا غادي ناخذ بعد السكنات ديالي انايا، نديرو كليم، كنخلصو الدراري بالفاكتوري. المهم فاكتوري في هذاك الفيز رخيص بزاف، يعني رخيصه. وغادي ناخذو دوك اللعيبات اللي جاو فينا، وغادي نشرح لكم الجيم الدراري، نشوفو شنو جا فينا بعدا. يلا خلاص صافي، ترانزاكسيون داز. دابا غادي نمشيو للماي اكونت. سكينات هما دو سكينات اللي جاو فيا، جي فيا واحد ستيلو ايبيك، جي فيا الشعر كومن، وهاد البادي جي فيا كومن وجه ايبيك. هاد السكينات الدراري فكيعاونوك في وسط الجيم، يعني كل حاجه والخاصيات ديالها. كما قلنا غادي تكون جيف اواي على بوكس، على هاد الـ NFTs اللي غير ربح غير يديهم فابور. رجعوا الدراري للجيم، رجعوا للجيم الدراري. الجيم كتقدر انك تلعبها فابور، كتقدر انك تلعبها كما قلنا بفلوس. هنا كيكونوا دوك الايفنت ولا البطولات اللي كيكونوا، يعني ديما كيكونوا فيها بطولات كينظموهم التيم. تقدر انك انت تدخل كتشارك في دوك البطولات. بحال هادي الدراري يعني واصله ل 200 اف يو اس دي. هاد الاف يو اس دي الدراري بحال قلت هي ديك الستيبل توكن اللي كاينه في الفاكتوري نيتورك. يعني بحال قلت 200 دولار الدراري هنايا. هادي فري، يعني كتقدر تدخل ليها فري، ضروري خصك تخلص واحد الانرجي باش تدخل لهاد الحدث هذا ولا هاد الروم. هادي هاد الروم تدخل ليها فابور، تقدر انك تربح منها 100 دولار ولا 100 اف يو اس دي. المهم هادي كتسمى ستامينا، باش كتدخل ضروري خصك تشري ستامينا. ديول الفري ما كتخلص فيهم حتى شي حاجه نهائيا. الجيم بلاي الدراري عندنا غير مود واحد اللي كاين، المهم هنا شارح لك شنو كتربح وكذا، البي في بي، تيم وورك. هادو هما الكاركتر كيكونوا عندنا اكثريه بحال هاد السكيل هادو، هما اللي كتلعب بهم. الرود ماب ديالهم، المهم الرود ماب ديالهم الدراري راه غير، يعني الجيم راه ملونسيا كلشي، يعني ما يحتاجوش حنايا الرود ماب. فيديو غيجي طويل شويه، حيت بالرجوع للجيم فيها بزاف ما يتشرح. غنديرو بلاي، نتسناو واحد شويه تطلع لنا الجيم. جيم اللي تقدر انك تلعبها مع صحابك نتايا، المهم كتلعب انت مع صحابك مع عسرانك في ديسكورد، يعني راهم دايرين ديسكورد ديالهم كيقصروا فيهم بنادم داك الشيء. الكاركتر ديالك هي هذه كتكون عند كل شيء، يعني كل شيء يقدر يلعب بهذا الكاركتر. غير هو انا فهمتي عندي سكينات، عندي هادو اللي خديت دابا كيزيدوني يعني المهارات في اللعب، يعني كيكون شويه اللعب يعني ناضين. هادو غير كومن، البادي عندي بادي حتى هو كومن، عندي شي ستي واحد ستيلو مات فينا هو طاولي. هو هاد ستيلو مات شنو كندير بيه؟ المهم اول مره غادي ندخل الدراري وغنشوف البلان ديال الجيم بلاي ديالهم كيفاش دايره. كيكونوا عندنا سبيشال يعني ايفنت، وكيكونوا عندنا يعني التورنوات اللي كيكونوا يومين. هادو كيكونوا يعني بحال قلتي الجيم اللي كدير كتلونسيهم، ما كيلونسيهمش اي واحد، كتلونسيهم الجيم. باش كتدخل ليهم خصك 100 ديال الانرجي اللي هي هادي، ولا 100 ديال التيكيت هادو اللي هي ستامينا، خصك 100 ديال ستامينا. ولكن نشوفوا الريورد ديالها شحال. مازال هادي غادي تبدا هاد الدروم، هادي غتبدا نهار 5 في شهر 4 مع 8.
لا اوبن بعاش غيبدا يدخل بنادم، يعني غيبدا يدخل بنادم مع هذا الوقت هذا، وستار تشيم غادي تبدا مع مع العصر، يعني نفس النهار، يعني راه بحال ساعتين ومن الناس كيدخلوا لهاد التورنو هادي. الريورد ديالها ما الدراري راه كيكون طالع بزاف، راه الريورد راه كيوصل ل 100 دولار 200 دولار. هادي شي في نفس النهار. شنشوفوا التاريخ شحال اليوم في الشهر، يعني غدا الدراري التورنوات كاينين غدا، هادوك تخلص فيهم. الا هبطتوا لتحت غتلقاو كانوا شي حاجه اللي فري بحال هادي، هي كانت فابور تخليها بنادم، خصك تدخل تشد بلاصتك معاهم وتدخل تفايتي. هادي كانت فري، كيديروا الفري بزاف هاد الدراري بالرجول، يعني ما تخسر والو، انت غتمشي تانستالي غير الميتا ماسك وشي حاجه تقني على دوك ديال الفري. بزاف كيكون الفري، عاد كيكونوا تورنوات اللي دايرينهم غير الدراري مع بعضياتهم، تقدر انك انت تدخل تشارك معاهم. في حالة تورنوات الدراري ساهلين انت ما باش تشارك فيهم، يعني كتحتاج انت ما فيهم ستامينا في حالة هذه 2500 ديال ستامينا، هذا احتاج غير 100. ولكن كل ما كان طالع غير تلقى الريورد ديالها طالع، في حالة هذه الريورد ديالها الاول شحال غادي ياخد 1400 ديال التوكن ديالهم اللي هو الدرافت، وقيل سميتو الدرافت، درافت توكن. دوك اللي كتكون دايرهم دايرهم التيم كيكونوا يعني كتربح فيهم الفي يو اس دي ولا الاف يو اس دي، يعني بالدولار كتربح فيهم بالدولار، وعاده كتربح فيهم التوكن. حاليا ما مطلقش يعني شي ايفنت ولا شي، مازال ما مطلقش شي مود اللي ندخلو ولا شي روم اللي ندخلو نقصرو فيها باش نوريكم كيفاش. المهم رحنا لهاد ديال اللي كيكونوا يعني ديما كيطلقهم بنادم بحال هذا، هو خاصو غير واحد ويبدا، تقدر اننا نبدا ولكن غتخصنا ستامينا. نمشيو نجيبو ستامينا الدراري وندخلو. باش تجيب ستامينا خصك ضروري يكون عندك التوكن اللي هو الدرافت توكن، عندنا زيرو. كيفاش يمكن لك تجيب التوكن هذا؟ غتجي للسيت ديالهم، السيت ديال الفاكتوري هنايا ولا شي السيت ديالهم الدراري، هو من كيمكن لك تشري البي او اس دي. هادي الا بغيتي تقصر يعني بفلوس، اما لك تقصر فابور يعني ماشي حتى شي هادشي، كتشري من بحال قلتي من بينونس، كتمشي لبينونس سمارت تشين، مشيو لبينونس سمارت تشين بحال هكايا. خصو يكون عندك خصو يكون عندك البي او اس دي، بلاتي يكون عندك البي او اس دي، يكون عندك البي ام بي، صافي. ونديرو هنايا الماكس ونديرو هكا بي فاكتوري ولا ديرو كونفيرمي. كتشري الفاكتوري هو الاول ولا الفاك، يعني التوكن ديال الفاكتوري هو الفاك، تسنى واحد تدوز ترانزاكسيون، وعاد نمشيو نشريو الفيو اس دي. الفيو اس دي الدراري بحال قلتي هو التوكن اللي قلنا ستيبل، يعني بحال قلتي هو البي اس دي اللي كاين في النيتورك هادي، هو اللي تقدر انك تشري بيه. غير في الاول ضروري خاص تشري، حيت التوكن ما كايناش في بينونس ولا في شي بلاصه اخرى، تقدر انك تشريها غير من بحال قلت شي غير كتبريدجيها وصافي. غنبريدجي والدراري التوكن حتى تنقص لينا، ونمشيو نشريو نشريو الدار في التوكن. نتسناو شي شويه، ما دازش ترانزاكسيون. المهم الدراري كتجي هنايا كتختار يعني تحول داكشي اللي باغي تحول نتايا ديال الفيو اس دي البي او اس دي من سمارت تشين، كتحولو للفاكتوري. المهم واحد الدولار، شوف شحال داير، واحد الدولار، واحد الدولار دايره 0.33 صافي، وكتحولها كيولي عندك الفاكتوري هنايا. بلاتي نحولو النيتورك، النيتورك نمشيو للفاكتوري، كيولي عندك الفاكتوري فحال هكايا. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو باش نشتريو الفيو اس دي، نديرو هكا، نديرو سويتش نيتورك، نشتريو الفيو اس دي. الفيو اس دي هو تقدر تشري من بينونس سمارت تشين، نديرو هكا. قلك ميك 24 ساعة، ويل، نديرو كونفيرمي، نخلصو، ناخذ واحد واحد الدولار تقريبا، يعني نفس الستابل، يعني واحد في يو اس دي يساوي واحد، واحد بي اس دي يساوي واحد في يو اس دي، غير يعني في حال في حال.
تسناو الشيء يلا مازال كيتابروفا. كونفيرمي، نتسناو هادشي باش نشوفو الترانزاكسيون واش غدوز ولا ما غدوش. يلا خلاص صافي، الترانزاكسيون داز بحال قلتي كتشري بينون سمارت تشين وصافي، بحال داكشي عندك في بينون سمارت تشين. مشيو دابا للفاكتوري، هو دا خاصنا دابا ال في اس دي، غادي نكليكو على هاد اللعيبة هادي، نديرو كوبي، نجيو لهنايا معمرة ديست اوتوماتيك. هاهي ولات عندنا واحد في اس دي. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو باش نشريو ال نشريو سميتو داك الترافت ولا شنو سميتو، الترف توكن، الترافت توكن. منين غادي نشريو؟ وغنمشيو هنايا ديرو سويتش نيتورك. منين غادي نشريو هاد الترف توكن؟ سواب من هنايا، غنديرو سواب وغادي نختارو ترافت توكن، غنديرو كونيكتي ميتا ماسك. راه دايرين الفاكتوري، ما دايرينش فاكتوري نيتورك، بلاتي نديرو فاكتوري نيتورك. صافي، شحال غبغينا ندير واحد شحال، بلاتي واحد دولار شحال غتجيب لينا؟ غتجيب لينا شي 900 وزيادة. نديرو سواب، شناهي هادي؟ الا خصك تعطي واحد الموافقة هنايا تابروفي ترانزاكسيون. يلا بندين، عرفش هاد الفيديو غيجي طويل. صافي دابا نقدروا نديرو سواب، كونفيرم سواب، كونفيرمي. صافي دابا غيولي عندنا التوكن، هو ولي عندنا التوكن هنايا. دابا غادي نمشيو نرجعو نمشيو للجيم، وغنمشيو هنايا نديرو كونفيرت. هنا منين كتحولوا الستامينا، حولوا هذا درافت، بلاتي اختاروا هاد اللعيبه هادي، نديرو كونفيرت. هيا نديرو كونفيرمي. دابا غتولي عندنا الانرجي. صافي الدراري، هي دازت ترانزاكسيون، ترانزاكسيون كومبليت. صافي هي ولات عندنا درافت انرجي. دابا غادي نرجعو هنايا، نرجعو لهاد البلاصة هنايا، وغنديرو زائد هنايا، وغادي نديرو شحال بغينا نحولو ديال نحولو داكشي كامل وقال اللي عندنا. شوف شحال 900 غتعطيني، شحال غتعطيني ديال الانرجي. نديرو كونفيرمي. صافي انرجي ولات عندنا دابا، ها هي الانرجي. دابا نقدروا ندخلوا. المهم الدراري، بالنسبه للايفنت تسنيت حتى طلق واحد الايفنت كما كتشوفوا، هو دا تو داي يعني اليوم، بريبيرينغ يعني راه كاين، يعني راه دابا بقات واحد 6 دقائق، يعني دابا خصني ندخل نتسجل في هذا الحدث هذا باش نقدر انا ندخل. المهم الروم قدر يدخل 100 واحد، حاليا كاين غير 15 واحد. كندير انا بلاي ناو، غتلقى بنادم بزاف داخل هنايا. كما قلنا غنخلصوا داك العدد ديال الصامينا. بنادم راه كيدخل، شنو كندير انايا؟ كندير ريدي بحال هكايا، كنكليك على هاد التصويره ديالي ولا كنكليك هنايا عفوا، وكنختاروا دوك الميد كات ودوك اللعيبات اللي نقدروا ندخلوا معانا بحال هكا، خصنا نديروا ليهم اوتو. صافي ونديروا كونفيرمي. صافي دابا مزيان، يعني راه دخلنا. هنا الدراري غتلقاو الريورد، يعني شحال تقدر تربح، 400 يوز دي تي الدراري، راه الخيال اللي غادي تفرق واقيلا هنايا. المهم بلاتي نشوفوا شحال. اثنين الاول غيدي 22 في يو اس دي، يعني راه بحال دولار هذه، يعني الاول غيدي 22 دولار وغيدي 2900 ديال التوكن، الثاني غيدي 13، والثالث غيدي 8، الرابع الخامس، كلشي كلشي كي 10، يعني كلشي كيربح هاد الدراري. وديك الدخله راه رخيصه بزاف، يعني راه ما كاينش نص دولار، وشنو هي نص دولار كتدخلك الجيم وكتقدر انك تربح.
وقد ما كانوا بنادم نوتيفيكاسيون انفيت يلا سير. المهم التراري احنا شدينا بزز واحد الحادث بزز باش شدينا. المهم شي طلع لي هنايا بزز الدراري باش شدينا واحد الروم كما كتشوفوا التراري الجيم هي هادي. بنادم كيدخل بهذا الشكل هذا كيكون عندك القلب هنايا القلوبه ديالك اللعيبات ديالك الانرجي الضو كتحرك بالاسهم بحال هكايا كيكونوا ميسيونات. المهم راه باقي واحد الوقت هنا باش يبداو دوك لي ميسيون صافي وكتبدا تدوز الميسيونات ديالك. دابا هنا قال لك تشيك ذا باور قال لك شي لعيبه ديال الطاقه فين هي اللعيبه ديال الطاقه فين غادي نلقاوها هي هادي مال هاد اللعيبه ديال الطاقه مازال ما فاهم والو الدراري في هاد الجيم بالروش ولا كيفاش غنديرو لهادي مالها كتكرافتي هادشي ولا ماتش كتكرافتي اللحام مع شي لعيبه مع ما فهمتش والو بالروج ولا اول جيم مازال ما فاهمش مزيان. بنادم اللي معايا الشوكه ما كيتحرك هنايا الماب البلايص اللي خصك تمشي ليهم بحال هاي بلاصه هنا بلاصه هنا بلاصه هنا هنايا واحد الضو ما عنديش يعني كيكون شي مره الظلام هذه نقدروا نديروا لها نمشيو نقلبوا على ديك الماب وين دخلت هنا كاينه الظلمه المهم راه كاين الوقت هنا كيحسب يعني راه قايل خاصنا نربحو في هاد الوقت هذا. هنايا ملي كتشعل الضو ما عندي هو عندي هو شعلت الضو مرة ومرة كيشعل وانا نديرو غير شي ميسيون صح باش نشوفوا الماب كارطابل داكشي اللي عندي في الكارطابل بالروج ولا باقي ما فاهم والو في الجيم فين هي الماب ودرتها نرجعوا لديك البلاصه اللي فيها الضو اخويا كيفاش غنرجعوا لها دابا شنو هو القبوس دخلنا عليه يا صاحبي وا كيفاش غنخرجوا من هنا سال هي الماب باي فين داخل دابا داخل هاد القبوس هذا صافي هي فهمت صافي فهمت البلان قربت لهاد اللعيبة هادي دارو زعما مدخل معايا والو في الكارطابل ديالي خاوي هاي فيريفيتو كيفاش غنفيريفيو قال لك باش تستعمل هادي خصك تفيريفي نمشيو نقلبو كيفاش نفيريفيو دابا المهم التراري من فهمشي الجيم هي انك خصك تكمل هاد الميسيونات هادو ولا هاد المهمات قال لك فيريفي ويد كارت ريدر كارت ريدر الله اعلم فين هي. المهم هكا ساي سيرات الجيم هذا 4-3-2-1-0 انا ما جايب حتى شي حاجه هو اداء انايا. المهم هاد خوتنا ربحوا يعني ساهل باش تربح في الجيم قال لك نو سيرفايف ما حتى واحد مربح حتى شي واحد مربح يعني ماشي مشكل مشاد لينا الانرجي نشوف واش كاين شي ايفنت اخر ولا لا هو هذا يعني راه بدا الريورد ديالو الدراري هو هذا كان الاول غادي يجيب 22 يعني في اس تي الساعه دوك اللي دخلوا تما كيبان ليا ما كيتحركوش ما عرفتش الدراري البلان كيفاش. المهم مرات قال لك ريجستريت تيم صافي سالات هاد الروم ديك الارباح اللي كيربح شي حاجه راه كتزادو في الواليد ديالو هنايا ما ربحنا شي حاجه ما غتزادنا حتى شي حاجه من طبيعه الحال. المهم غير بغيت نوريكم فكره ديال الجيم كيفاش دايره وصافي يعني كتدوز ميسيونات ما فيهاش داك القاتل ولا المجرم ولا الامبوستر ولا شي حاجه غير مهمات كتدوز وصافي. المهم هادشي اللي كاين
فتمنى انكم كملنا الفيديو، فكنتمنى يعجبكم الفيديو. اكيد الى اكتشفت شي حوايج اخرين في الجيم غادي نبارطاجيهم معكم. المهم انتم بقاو تجربوا دوك الفري باش بقاو يعني تعلموا الجيم اول حاجه. المهم الدراري بلا ما نطول لكم بزاف، غنقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.